اليوم بلا شك ساعدنا في كلية العلوم الاجتماعية وبتنظيم من قبل النادي السياسي التابع للاتحاد الوطني طلبة الكويت بإقامة فعالية مهمة. هذه الفعالية تتعلق بحوار التعاون الآسيوي، وهذا الحوار بلا شك الكويت يعني حريصة على أن يكون لديها دعم لهذه المنظومة، خصوصا أن الكويت دولة مقر وهو نتاج لدبلوماسية كويتية بدأها صاحب السمو الراحل الشيخ صباح الأحمد، وتكمل القيادة السياسية هذه الدبلوماسية خصوصا في التقارب الآسيوي. آسيا لديها الكثير تقدمه للأسرة الدولية خصوصا في مفاهيم كثيرة، سواء كانت في التسامح، في التعاون الدولي، التعايش السلمي، الحوارات، الثقافات المتنوعة التي تمتاز فيها آسيا. لذلك طبعا كان تدشين لهذا النشاط الخاص في الطلب مع هذه المنظمة، خصوصا أن هذا العام يصادف الانيفيرساري 20، يعني الذكرى السنوية الذكرى 20 لإقامة هذه المنظومة. ولذلك طبعا هو هذا النشاط جاء بمشاركة أيضا مع سعادة السفير برون شاي أمين عام الحوار التعاون الآسيوي، وكما أن هذا الحوار، هذه الندوة شارك فيها سعادة السفير جورج سيبي سفير الهند، وسعادة السفيرة عائشة هلال سفيرة تركيا، وسعادة السفير جون سعادة السفير فيتنام. وطبعا كلهم كانت لديهم إسهامات مهمة خلال هذه الندوة، بدءا بالتأكيد على الست ركائز التي يقوم عليها الحوار التعاون الآسيوي. من أهم هذه الركائز سواء كانت في تمكين المرأة، في التنمية وغيرها من ركائز، كان هناك الثقافة والسياحة.